Bonjour. تسمعوني منيح معاك؟ اوكي. نحن رح نطلع كل اسبوع محاضرة عن ال 1102، وانا الدكتور حسام شريتاح. بس اتلقى اسئلة، يعني ما حيكون في شرح جديد. الفيديوهات اظن كتير كافيين عن الكور والتدي، فاي حدا عنده اي استفسار كور او تدي انا جاهز. تفضلوا. هلا انا عندي سؤال صغير، ليش قلنا النيجاسيون دي سيمتريك ني با انتي سيمتريك؟ وبالام 1103 خدنا اذا ترانزيتيف للا للا، فالترانزيتيف للا مش ترانزيتيف، يمكن ترانسبور للا ايجال مو ا اذا كانت انتي سيمتري، فيعني هي بيساووا نقص بعضهم. اوكي، هنيك بال 1103 الانتي سيمتريك والسيمتريك لها ديفينيسيون كليا غير، ما لها علاقه بالريلاسيون. هنيك انت عم تاخذي كماتريس الترانسبوزي هي صح. تبعه بيكون ايجال ا او ايجال موا ا، فهديك ديفينيسيون هاي ديفينيسيون ما لها علاقه ابدا ببعضها. أيوة. اوكي، هنيك شيء قريب كتير على مثل كيف فونكسيون بير فونكسيون امبير اذا بدك، فما خص ابدا الديفينيسيون. هنيك الديفينيسيون هيدي، هون ديفينيسيون تاني. هلا الديفينيسيون هون بتقول لك انه اذا كانت سيمتريك فهي فيها تكون كمان انتي سيمتريك، واعطينا اكزامبل بالكور. ايه يعني صح. هذا بيعني انه هي ما خصهم ببعض، وكمان فيها تكون منا سيمتريك ومنا انتي سيمتريك. اوكي، فهذا الاكزامبل اللي انعطى هو بيدل انه ما حدا خصه بالثاني، يعني هي بروبريتي بس مسميينها هيك. مثل ما كان فيها تكون ريفلكسيف وترانزيتيف مثلا ومنا سيمتريك، كل وحده بروبريتي. فعندنا كاتر بروبريتي، كل ريلاسيون فيها تكون يا اربعتهم يا ثلاثه منهم يا اثنين منهم يا وحده منهم اتسترا. سؤال أوكي. ثاني؟ سؤال تاني بالكور او بالتدي، لانه يلا يا عم بس. في تديات منها مشروحه، اللي هن يمكن الكاتر والسانك والويت، انتم مسؤولين عنهم نحن مسؤولين. اكيد طالما نزل البي دي اف تبعهم مسؤولين عنهم. يعني اذا ما لحقتوا تقرون هذه المره، الاسبوع الجاي اللي عنده اسئله عنهم بيسالني. هلا اخر الشيء وقت ما عطيتنا الانسامبل الكوسيون، وقت ما عطيتنا اخر الشيء الاكزامبل، انا ما فهمت اخر اكزامبل عطيته بالكور. اوكي بالكور وي. آخر اكزامبل انسامبل كوسيون ايه، اي واحد اي واحد بالضبط؟ ثانية أهم شيء هذا هو. ايه، وين البروبلم؟ يعني هون بالانسامبل كوستيون. مين ما فهمت زيادة؟ هلا هو الانسامبل كوستيون بار ديفينيسيون، يعني احنا عطينا هون الديفينيسيون تبعه وين، يعني مثلا ليكي مكتوبه هون الانسامبل كوستيون هو كل الكلاس ديكيفالونس بشكل انه الاكس ابارتينا على الانسامبل. اوكي، شايفينها؟ هي فهمينا ولا لا؟ اوكي، احلى هون موجوده هون. هاي اذا شايفينها الانسامبل كوسيون هو الانسامبل دي توت لي كلاس ديكيفالونس. اوكي، تل كو لي زيليمون اكيد ابارتينون على الانسامبل او. طيب هيدا مفهوم هيدا الاكزامبل ولا لا؟ بلى. طيب، يعني انت بس عندك مشكلة بهيدا. ايه طيب
اوكي هلا اذا اخذنا ا بي ان كوبل اوكي هو اليمان بالنهايه هو اليمان من الانسامبل ار 2 اوكي نحن شفنا انه الكلاس ديكيفالنس للاي بي هي عباره عن شو خلينا نرجع للاكزامبل وين معمول هي إيغريك إيغال بي اوكي وحدا شيء عاملينه وين قبل ولا بعد اوكي هون هي طيب فاذا نحن ديجا مونتري انه الكلاس ديكيفالونس للاليمان ا بي هي عباره عن لا دروات ديكواسيون ايغريك ايغال بي ما هيك وي اوكي اذا مش شايفينها على بس هيك طيب اذا مش شايفينها نحن اخذين الانسامبل تبعنا هو ار 2 اوكي هذا هو ار 2 صح فاي اليمان عم باخده ا بي يعني اذا اخذت هذا الكوبل ا بي اللي هو عباره عن اليمان ب ار 2 يعني ا بي انا عم باخده كاليمان موجود ب او يعني اللي هي هذه ايجال ا او اوكي مثل كاني عم اقول اكس ابارتنا ا او انا عم فتش على اكس بار اوكي هلا عم جيب الا بي بار او الكلاس ديكيفالونس دو سيت اليمان الكلاس ديكيفالونس بار كالكول شو طلع معي Y égale AB. Il y a un ensemble de tous les éléments X, Y appartenant à R2 tel que Y égale AB. Donc, qu'est-ce que Y égale AB? Qui sait? Y égale AB? C'est la droite horizontale. C'est la droite horizontale passant par cet élément. صح؟ فإذا بدي أقول الـ AB class d'équivalence تبع الـ AB كل اللي هني en relation avec cet element هني عبارة عن هالبوان أي بوان بيخدها هون لاحظوا شو الـ Y تبعها بي. Y إيجال AB الـ X بي. بتختلف الـ X بتختلف أوكي يعني الـ A عم تختلف بس الـ B rest لم يعني هذه من فالور دو بي دو Y أوكي فإذا الكلاس ديكيفالونس هن عبارة يعني إذا هيدي بوان هيدي الكلاس ديكيفالونس تبعها إذا هي بوان هي الكلاس ديكيفالونس تبعها هي بوان هي الكلاس ديكيفالونس تبعها وضحت ولا لا؟ بلى أوكي إذا بدي أجي على الأنسامبل كوستيون اللي هو R2 على هالريلاسيون هاي يعني كل الأنسامبل أو كل الكلاس ديكيفالونس تل كل إلي ما موجودين بـ R2 شو هن الكلاس ديكيفالونس هن هدول وضحت هلا؟ وي تمام اوكي فاذا اذا برجع اوكي فاذا شو هن الار دو سور ار اي دونك لونسامبل دو توت لي دروات اوريزونتال وضحت؟ وي هن بيعملوا لي بارتيسيون وهن دو ا دو ديزجوان ويعني معناتها وكل وحده منهم ديفيرون دو فيد والانيون تبعهم اذا بجمع اذا بلون كل اللينيا شو بيعطوني؟ بيعطوني ار 2 تونتي شو في بعد سؤال؟ بس شباب ما حدا عنده سؤال؟ هلا الباقي كله واضح من الفيديو. منيح. يعني كان بالتي دي مثلا بهيدا التي دي في عندنا يمكن اكزرسيس تروا هيدا والكاتر والسانك والويت. هدول مش مشروحين بفيديو. حدا قراهم؟ لا لسه ما كتبنا الاسئله. طيب. المفروض تقروا التي دي لأن المسابقة هي على شكل التي دي بكل الأحوال في بعد الأسبوع الجاي يعني حنكون بعدنا بنفس الشابيتر فكمان فيكم تسألوا الأسبوع الجاي بس التي دي مسؤول عنه مسؤولين عنه أوكي لو ما في فيديو أوكي. يعني هن مشروحين ومعمولين بنفس الطريقة مشروح يمكن أول اثنين أو ثلاثة تي دي ثلاثة اكزرسيس بعدين ما في اثنين أو ثلاثة دلما منير فبتقروا هون اذا في اي مشكله انا جاهز
خلاص انا ما في اسئله. لانه هي المحاضره كون سكريه بس على الاسئله. شباب دكتور بالإكزرسيس 2 ايه إكزرسيس 2 نعم نعم ريبارتي أنا لما برهنها إنه نبقى ريفلكسيف هاي ما كان فينا نحط إكزامبل مثلا ايه ما كان فينا نحط إكزامبل أن أو كاري بليس أن أو كاري بتعطينا 2 أصغر من 3 بتصير ريفلكسيف ايه ولازم تظبط على الكل آية أنت إذا قلت لك الصف كله نجح أوكي أنت الصف اللي فيه كله نجح أوكي إذا بتقولي لي لا كيف بتجاوبيني؟ بعطيك حدا سقط حدا سقط بتقولي لا كلهم سقطوا؟ لا بعطيك لا النيجاسيون تبع كلمتي إنه الصف كله ناجح اوكي كله ناجح فبتقلي لي لا في شخص سقط مزبوط مزبوط طيب انت بهالحاله لما عم اقول لك انه الصف كله نجح اوكي بدك تبرهني لي انه الصف كله نجح شو بتعملي يعني لا ما اقول لك انه الكل ناجح بدك تبرهني شخص شخص بتقلي له بتعيطي له تعال انت لعندي نجحت ولا لا روح الله معك بتجيب الثاني نجحت ولا لا الله معك صح ولا لا طيب فهي هي فكرة البروف البروف هون هي عبارة عن أنا بدي إذا بدي برهن أوكي إذا بدي برهن إنه ريفلكسيف يعني إذا بدي أقول إنه R غير اللون أوكي بدي أقول R A ريفلكسيف اوكي شو بدي اعمل بدي اقول سوا اكس appartenant à مثلا ensemble e اوكي montrant x r x اوكي pour tout x appartenant à e dans ce cas تطلع r et réflexif مزبوط هذه ريلاسيون ريفلكسيف وضحت هاي ولا لا بدي اقول سوا اكس ابارتنا على او يعني كلكون بدي برهن انه كل شيء في اكس اكس ار اكس فبهالحاله بدي بكون برهنتها انها ريفلكسيف طيب كيف ببرهن انه ار نون ريفلكسيف؟ قول اكس نون ار اكس ايل اكزيست هي اهم شيء ايل اكزيست اكس ابارتنا على او تل كو اكس ني با ان ريلاسيون افيك اكس بيك في لاقي واحد سائط ما عنده هيدي البروبريتي اوكي ال اكزيست ان سال اليمنت طيب انت شو بتكون عملتي هون اذا قلتي لي ان اوكي ان هي يعني اذا اخذت انا الاليمنت ان ابارتينو ا ار اوكي ان ار ان وضحت اوكي فانت بهالحاله انت عم تقولي لي انه الان هي عندها ريلاسيون مع ان شو بتكوني برهنتي؟ انه الان عندها ريلاسيون مع ان وبس نحن فينا ناخذ انه زيرو عندها ريلاسيون مع زيرو كمان اذا ما شفتيها الموا عندها عندها ريلاسيون مع الموا اوكي الاندومي عندها ريلاسيون مع الاندومي لانه نحن عم نشتغل بار الانتيار عندها ريلاسيون مع الانتيار اتسترا مثلا اوكي في كثير اليمون مش بس الزيرو والان وال اتسترا بس انا ما بدي اشوف بس هدول انا اذا اخذت دو اذا اخذت تروا اذا اخذت سانك اذا اخذت سات اي اليمون اذا رفعته اوكاري وزدته لحاله كمان رفعته اوكاري يعني دو فوا اوكاري نفسه عم يعطيني منه اصغر من تروا معناتها هي اكس ني با اون ريلاسيون افيك اكس انا بيكفي لاقي واحد بالمسابقه بيكفي لاقي واحد هلا اذا انت طلعتي من المسابقه قلتي لرفيقتك انه انا نقيت الدو ورفيقتك قالت لك نقيت التروا وما عارفين اي وحده الصح لا اثنين صح لانه انت ان اكزيست ان لما ما بالضروره يكون يونيك اوكي استنى دكتور ماشي
سؤال جديد. حدا بعد عنده سؤال؟ نقترب البريف تبع الكلاس ديكي بالانس بالكور يعني. ايه؟ ما كتير فهمت انا. كلاس ديكي بالانس بريف، اي بريف؟ تبع الكور قبل قصة شوي. ايه هون هون هون. لما كنا عم برهن مونتريك انكلو دون لينيون دي اكس بار. هاي؟ هون؟ ايه انا عم يعني بس هذه ال بدي برهن انا الانيون هي ايجال. اوكي انا بدي برهن انه الانيون هي ايجال هاي، فاكيد الانيون موجودين فيها. ليش؟ لانه كل كلاس ديكيفالانس هو انكلو بي او، معني عباره عن اليمون بي او، صح؟ هاي واضحه. اوكي هلا الرجعه، انا بدي برهن انه الاو هو انكلو بالانيون، يعني بدي اخذ اليمون بي او. دائما لما بدي برهن شيء ان انسامبل انكلو بي ان اوتر انسامبل، بدي اخذ اليمون هون وبرهن انه موجود هون. مزبوط؟ وي. اوكي فانا عم باخذ اليمون بي او. طيب انا بعرف انه اي اليمون هو شو؟ اول شيء الريلاسيون شو؟ كلاس دي كيفالانس، شو معناتها الريلاسيون؟ سيت اون ريلاسيون. ما فيني احكي عن كلاس دي كيفالانس الا ما تكون الريلاسيون هي ان ريلاسيون دي كيفالانس. بما ان الريلاسيون دي كيفالانس شو عندها بروبريتي؟ ما حدا بيعرف؟ هي ريفلكسيف وسيمتريك وترانزيتيف. هي ريفلكسيف وسيمتريك وترانزيتيف. ترانزيتيف. طيب تري بيان. طيب اذا كانت ريفلكسيف شو معناتها ريفلكسيف؟ طيب اذا اخذت ا ابارتينو ا او. اوكي شو معناتها ريفلكسيف لكان؟ ا اون ريلاسيون افيك ا. اكيد اون ريلاسيون افيك ا. طيب شو معناتها اون ريلاسيون افيك ا؟ يعني ا ابارتين على كلاس دي كيفالونس. ا ابارتين بالكلاس دي كيفالونس دو ا. ليش؟ لانه شو هو الكلاس دي كيفالونس دو ا؟ هو كل الانسامبل اكس ابارتين ا او تل كو اكس ار ا اون ريلاسيون افيك او ا ار اكس، لانه كمان هي سيمتريك. طيب فاذا ا ابارتين على الكلاس دي كيفالونس دو ا اللي هو انكلو بالانيون دي توت لي كلاس اكس بار تل كو اكس ابارتين ا، ولا لا؟ وي هلا هذا سوزان هذا انسامبل موجود بيناتهم، فاكيد هو انكلو بالانيون تبعه اللي هي داكور ميرسي. كنت برهنتها وقتها ان الاو انكلو فيها وهي انكلو بالاو، معناتها هي ايجال اشو؟ اه اوكي دكتور سؤال تفضلي. هو اكزامبل لما كنت عم تعطي انه كيف مبرم ان هي ترانزيتيف ريفلكسيف، لما قلت انه كلك سوا اكس ابارتين على الار اون انه اكس ام واي اصغر من ار، كيف حطت محل الايجريك اكس؟ فيك تقولي لي اي صفحه؟ لانه عم تقولي لي عم برهن ترانزيتيف. اول شيء لما كنت عم تشرح بالكور، ما هيك؟ ايه بالكور. ترانزيتيف هيدا ولا لا؟ هذا منه ترانزيتيف. لا مبرهنة انه هي اربعة ريفلكتيف ترانزيتيف وانتي سيمتري. هيدا؟ هوني هون ليك عند ار اي ريفلكسيف. هوني كيف ما كيف نحط محل ايجريك اكس؟ هون هون قصدك؟ ايه اوكي. نحن لما بدنا نبرهن انه ريلاسيون ريفلكسيف، اوكي اذا بدي برهن انه ار ريفلكسيف، اوكي بدي برهن انه اكس ار اكس. اذا بدي برهن ار سيمتريك بدي برهن شو؟ اذا كانت اكس ار ايغريك امبليك شو؟ ايغريك ار اكس. ايغريك ار اكس اوكي. فانا لما برهن ار سيمتريك بدي اقول سوا اكيد انت اكس ايغريك ابارتين ا او.
اوكي اذا اكس ار ايغريك امبليك ايغريك ار اكس انا بدي اثنين اليمنت هون بس هون انا اذا بدي برن ار ريفلكسيف بدي اقول بس سوا اكس ابارتنا ا او il faut montrer que اكس ار اكس شو وضحت ولا لا واكيد اذا كمان بدي برهن ار ترانزيتيف بدي بقول سوا اكس 3 اليمنت زد ابارتنا ا او alors il faut montrer que اذا اكس ار ايغريك اي ايغريك ار زد il faut montrer que x r z OK فازن عندي 3 بروبريتي 1 2 3 باول وحده في عندي بس اليمنت اللي هو x بثاني بروبريتي عندي 2 اليمنت وبثالث بروبريتي عندي 3 اليمنت طيب انا الاكزامبل اللي انت شايفتيه هون اللي هو اون ديفيني سور لونسامبل نحن دائما بنعطي الريلاسيون على اثنين اليمنت لانه الريلاسيون بدها تكون بين x و y فبنقول x r y سي اس ال مون سي ال الديستانس هي بنسميها ديستانس بين اكس واي هي اصغر ستريكتمون من ان اوكي ماشي ولا لا بالاناليز هي بنسميها ديستانس بلر ابسولوت لا اكس مو واي طيب مونتري ك ار اي ريفلكسيف طيب ما بدي برهن ار هي ريفلكسيف شو بقول له سوا اكس ابارتنا ا ار اون بدي اشوف اذا اكس ار اكس وضحت انا بدي برهن هاي هل الاكس ار اكس فشو باخذ باخذ البروبريتي الايكيفالنت يعني الاكس موا ايغريك بس انا بدي برهن اذا محل الايغريك اكس كمان اوكي اذا حطيت اكس موا اكس بتطلع دائما زيرو اللي هي دائما ستريكت ما اصغر من ا فاذا انا اكس ار اكس انا هاي بدي برهنها اوكي وضحت ولا لا يعني دكتور بس مرة هي ريفلكسيف عطرس بتطلع معنا زيرو ودونك هي ريفلكسيف لا يعني لا أنا معي X R Y C S L مون سي X مو Y أصغر ستريكتمون من A أوكي هلا أنا بدي أقول R هل هي ريفلكسيف ولا لا أوكي عم بدي برهن فإذا شو الفو مونتري سوا X appartenant à E montrant أوكي X R X وضحت ولا لا لحديت هون بدي برهن هاي ما معي اياها بدي برهنها لا تكون ريفلكسيف for two x appartenant à E طيب فبقول له انا سوا X appartenant شو هو الانسامبل هون هو انسامبل R انسامبل R اوكي بدي برهن X R X فما بدي برهن x r x بدي اشوف هل ال x هي r x ولا لا طيب كيف بدي اعرف اذا ال x r x باخذ الديفينيسيون هون تبعت ال الريلاسيون x مو محل ال y بدي احط x مع انا بدي برهن x r x اوكي يعني محل ال y اللي هون خليني احطها بلون ثاني يعني اذا حطيت هون x r y اوكي محل ال y شلت حطيت x هوني شلت حطيت X أوكي بدي برهن هاي سي اس ال مون سي ما هيك فإذا معي X R X مو X هيك أوكي X مو X إيجال شو شو هي X مو X زيرو زيرو فهي توجور ستريكتمون بريبيتي كو أن فإذا معي هاي البروبريتي إذا معي هاي البروبريتي أنا بور X R X أوكي شو معناتها X R X يعني ريفلكسيف ماشي اللي ما فهمها من هون في كفي بال 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 بالدنيا تبع السيمتريك والانتي سيمتريك بيفهم مزبوط شو العمل يعني انا هون شو عم بعمل بالسيمتريك هيني يعني اكس معي اياها اكس ار ايغريك معناتها الفالر ابسولوت اكس مو واي اصغر ستريكت تماما من ا امبليك بتعرفوا بالفالر ابسولوت للاكس مو واي هي زيتا واي مو اكس اوكي كمان اصغر ستريكت تماما من ا امبليك واي ار اكس فاذا هيدي بالسيمتريك طيب بالانتي سيمتريك الان دومي هي ان ريلاسيون افيك ان ليش؟ لانه الديستانس بين الان دومي هي ان دومي و ان اوكي الديستانس بين الان دومي والان اكيد اصغر ستريكت تماما من ا ماشي فاذا نحن عندنا الاندومي والان هني اون ريلاسيون ونفس الشيء الان والاندومي اوكي هني اون ريلاسيون ماشي فالانتي سيمتريك معي الاندومي هي اون ريلاسيون افيك ان
الأ هي أن ريلاسيون افيك أن دومي، بس الأن دومي والأ منهم ما بيساووا بعضهم، يعني معناتها في عندي أنا الأن دومي وفي عندي أ، في فلاش طالع جاي لهون هيك وفي فلاش راجع هيك، أوكي؟ وهني منهم ما بيساووا بعضهم، فمعناتها هي منها أنتي سيمتريك. ماشي؟ يا دكتور بس الأرقام اللي نعم نجيبها أي أرقام يا عيني؟ أي أرقام؟ مثلاً تروادمي، أندمي، كاتفتيرين مثلاً. دولي أنت لما بتكوني بدك تبرهني الشيء بورتوتيكس ما بتاخدي أرقام، لما بدك تبرهني عكسه بدك تاخدي رقم، بدك تقولي إلي إكزيست. هلأ من شوي مرقت معنا، يعني أنت لما بدك تقولي إكس أر إكس، أوكي؟ هون مثلاً لما برهنيها ما أخذنا رقم، ليه ما أخذنا رقم بالرفلكسيف؟ لأنه برهنتها بورتوتيكس. بس إذا أنا شايفة أنه هي مثلاً بالسيمتريك ما أخذت رقم. لما ليش أخذت رقم بالأنتي سيمتريك؟ لأنه هي منا أنتي سيمتريك، فإذا إلي إكزيست X, Y appartenant à E اللي هي R، أوكي؟ تل كو معي X, R, Y et Y, R, X مي X different de Y، أوكي؟ هيك برهن بالكور، برهن أنه هي منا أنتي سيمتريك، اوكي؟ محل ال المي اكيد مثل كانه في اي، اوكي؟ كتبها هون هو. كل وحده بدي احفظ الديفينيسيون تبعها، اذا ما حفظت الديفينيسيون فهمتها مزبوط ما راح اعرف شو بدي اعمل. يعني اذا بدي برهنها سيمتريك شو لازم اعمل؟ اذا ما بدي برهنها سيمتريك شو لازم اعمل؟ اوكي؟ فإذن ليش عم بياخد أرقام؟ لأنه مني فهمان البرنسيب تبع الديفينيسيون. الديفينيسيون بتقلي إنه إذا كانت سيمتريك لازم برهنها على كل شيء في إكس إجراج، إذا منا سيمتريك بيكفي لاقي إكس وإجراج، مشان هيك عم بياخد أرقام. وضحت ولا لا؟ على أنهم جداد يعني، يعني شوي صعبين أول مرة بس أكيد نتعود عليهم. في أسئلة تانية؟ يا دكتور بس سؤال، التدليل محليته منزلان؟ نزل البي دي اف تبعهم صحيح. تمام. اوكي. هو لانه الفيديو كثير كثير كبير، ما يعني لما تسجل من السنه الماضيه كان كثير كبير، فما ما تنزل معنا على التيمز وضل ما بقى سجلني مره ثانيه. بس انه اكيد اذا في اي اسئله انا جاهز. معنا لتسعة ونص، شو؟ ما هاتوا في أسئلة بقى؟ هلا هو إجمالاً قعدنا بأول الكور، فأكيد ما في هالأسئلة الكتير، يعني كلاته صار ديفينيسيون وإكزامبل، منو هالأسئلة الصعبة كتير هلا إجمالاً، بس تعودوا على الديفينيسيون، يعني أنتوا لتقدروا تفهموا مزبوط بدك تقولوا شو معناتها ريفلكسيف، شو معناتها منا ريفلكسيف، وخلي الإكزامبل دايماً حاضر براسكم، يعني بعد كل بروبريتي نحن عم نعطي إكزامبل بالكور. خلي الاكزامبل واضح انه انا هون لبرهن ريفلكسيف هيك عملت، لما برهن ريفلكسيف هيك عملت اتسترا. واضح ولا لا صبايا وشباب؟ واضح. اوكي طيب بنوقف هون ولا بعد في حد عنده اسئله؟ ما الظاهر بقى حدا عنده. انا ناطر اسئلتكم، يعني انا قلت ان شاء الله قدونا الساعه وربع، يا اما مش دارسين يا اما فاهمين مزبوط. فهمانين الحمد لله. طيب في اسئله اخر دقيقه؟ مش الحال دكتور، انا الجمعه الجاي بشوف، لانه انا هلا ما قدرت ادرس، ما عندي وقت. اكيد الاسبوع الجاي، الاسبوع الجاي بترجع بتسال السؤال اللي بدك اياه، يعني اذا كان في وقت على المحاضره الجايه وخلصت اسئلتها بنرجع على المحاضره اللي قبلها، ما في اي مشكله.
طيب ماشي اوكي. هلا بخصوص بخصوص هالماده كم شابتر رح ناخذ؟ كم شابتر هني يمكن تروى شابتر حيكون في عنا ريلاسيون بعدين ابليكاسيون مع ريلاسيون بعدين يمكن 4 شابتر في بعدين الدينومبرابل ما دينومبرابل في فيها يعني فيها كميه منيحه اوكي. هلا الاسبوع الجاي شو عنا؟ الاسبوع الجاي في حينزل السيانس على التيمز لهيدا الشابيت بكماله هذا الشابيت في عنا اسر ريلاسيون دوردر. نحن اخذنا شو معناتها ريلاسيون بينير، اخذنا ريلاسيون ديكيفالانس مع الاكزرسيس تبعوتها، بضل علينا اسر ريلاسيون دوردر، والريلاسيون دوردر هي كمان اسا متقدم شوي عن بس انتيسيمتريك. نعم هي انتيسيمتريك صحيح وفيها دي زيليمون particulier اللي هني plus grand element plus petit element وكتير حلوين الماكسيموم والمينيموم ماكسيموم مينيموم etc. ماشي وي اوكي. هلا انا معي المندوب تبعكم، انا حنزل هذا الفيديو تبع الكيستيون حنزله بس انا بنزله على اليوتيوب ماشي، وكمان حنزله على التيمز أوكي. للي ما بيفتح معه تيمز او اي عنده اي مشكله في فوت كمان على اللينك تبع اليوتيوب ماشي. اوكي ميرسي كثير، يعطيكم الف عافيه وخلوا اسئلتكم سجلوها، سجلوا كمان الباج اذا بكره بيكبر الكور شوي شوي، فسجلوا وين بالضبط في اسئله وانا جاهز للاسبوع الجاي. نعم هلا بطيء يا احمد قل لي طيب، يعطيكم ألف عافية.